النادي الاهلي. نتحول مرة اخرى لبدر عثمان. بدر تفضل. شكرا لك زميلي بدر. نتواصل باللقاء. يقف بجانب اللاعب الافضل والامتع في مباراة اليوم الكابتن تيسير الجاسم. نرحب فيك تيسير. اليوم قدمت كل ما يمكن ان يقدم لاعب كرة القدم في ارضية الملعب، هدف جميل وصناعة اجمل للهدف الثالث ايضا. وش الحمد لله على الفوز. المهم في المباراة كان الثلاث النقاط والحمد لله كسبناها. اعتقد قدم الفريق مستوى جيد على مدار الشوطين. الحمد لله رب العالمين توفقنا اليوم، وكان يعني زملائي كلهم كانوا اليوم في جو المباراة. أن تقابل القادسية الباحث أيضا على الانتصار في خلال لقاء اليوم وتكسبه بثلاثة، يعني أن هنالك قوة أهلاوية وعزيمة إلى تحقيق الدوري، هل أنتم فعلا قادرون على تحقيق الدوري؟ طبعا الفريقين دخلوا القادسية لا طموح وحنا لنا طموح، احنا نواصل. القادسية يعني موقفه صعب في الدوري، أعتقد سوى اللي عليه القادسية. لكن ممكن احنا توفقنا اكثر منه اليوم، ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق في المباريات الجايه. اسالك تيسير ايضا عن القادم امام الاتحاد، ديربي المنطقه الغربيه، كيف تقرا قبيل انطلاقه هذا الديربي؟ والله زي هذه المباراه، المهم فيها ثلاث نقاط، صحيح له طابع خاص ديربي مدينه واحده، لكن في النهايه هي ثلاث نقاط احنا نسعى لها ان شاء الله. شلون الحسه معك؟ الحمد لله الحين رايحين. الله موفق ان شاء الله.